بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 99 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. مثال هذا اللقاء حفظكم الله، هذا يسأل بالنسبة للمسافر، هل تسقط عنه سنة الضحى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن التطوع المطلق لا يسقط عن المسافر، بمعنى أنه لا يتركه، إن شاء ليس بواجب، لكن إن شاء أن يأتي به زيادة خير فلا بأس بذلك. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل على راحلته وهو مسافر، وكان لا يترك الوتر حضرا ولا سفرا، وكان لا يترك ركعتي الفجر الراتبة التي قبلها لا حضرا ولا سفرا. فهناك نوافل يداوم عليها الإنسان وهي ليست واجبة، ومن ذلك صلاة الضحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في غزوة الفتح في مكة وهو مسافر، كما روت أم هانئ رضي الله تعالى عنها. فإذا أراد أن يصلي صلاة الضحى ليتزود من الخير، وأقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذا السؤال من أبو محسن، يقول: ما حكم إجراء العمليات الجراحية لتعديل الأعضاء المشوهة من حادث وغيره؟ لا بأس بذلك إذا أمكن علاج التشويه الأعضاء أو في غيرها، إذا أمكن علاجه فهذا مباح لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. وما هو التغيير الغير مباح؟ تغيير خلق الله، أن يحلق لحيته أو يطيل شاربه، أو المرأة تعمل النمص في حواجبها، هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وبقاء هذه الأشياء جمال للإنسان وإزالتها تشويه. أما العلاج فهو على العكس، ليس من التشويه وإنما هو تجميل، طلب لسداد النقص الذي يحصل في العضو أو الزيادة التي تشوهه فتعالج وتزال. إذا كان العلاج من باب إزالة الضرر أو من باب التجميل هذا لا بأس به، أما إذا كان من باب التشويه أو ليس بحاجة إلى هذا الشيء وإنما يريد إزالة ما يجمله ويزينه فهذا محرم، وكما قال الشيطان: ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. فسروا بأنه الوشم والنمص وغير ذلك من الأمور المحرمة. أحسن الله إليكم. هذا السائل حفظكم الله يقول، يسأل عن قول الفضيل ابن عياض رحمه الله: من عمل لأجل الناس فقد أشرك، ومن ترك العمل لأجل الناس فقد راء. هل هذا على الإطلاق؟ نعم، هذه قاعدة صحيحة، الذي يراعي الناس وينظر إلى الناس في أفعال الخير يفعلها من أجل أن يمدحوه أو يتركها خشية الرياء كما يقول بعض الموسوسين، هذا كله لا يجوز. الإنسان يعمل لله عز وجل، سواء مدحه الناس أو ذموه، لا يلتفت إلى هذا، يداوم على طاعة الله عز وجل ولا ينظر إلى مدح الناس وثنائهم أو كلامهم فيه. الذي يترك العمل الصالح من أجل تجنب الرياء بزعمه، أو يعمل الأعمال الصالحة من أجل المدح والثناء عليه، هذا مذموم في كل الحالتين، لأن الإنسان يعمل لله عز وجل مخلصا له الدين ولا ينظر إلى الناس. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الذين يقفون بعد الصلاة أمام الناس يسألونهم، يقول: وقفت أمام الله ثم أمامكم، ثم يسأل الناس حاجته، ما حكم هذا القول؟ لا بأس، إذا جاء بهم قال: أسأل الله ثم أسألك، أو أريد من الله ثم منك، كذا وكذا، فأتى بثم، هذا لا مانع، يزول المحذور، لأنه جعل المخلوق بعد الخالق في هذا الأمر مرتبا بثم متأخرا عنه، وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى أن يقول الإنسان ما شاء الله وشاء فلان، وأمر أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم. ما رأيكم في قول بعض العامة عند تعب: يا وجه الله؟ لا يجوز هذا، لا يدعى وجه الله،
أو تدعى الصفة من صفات الله، وإنما يدعى الله جل وعلا ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، فتقول يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، وهكذا يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ألا هو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وهو توسل مشروع. وأما دعاء الصفة يا وجه الله يا يد الله هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. السائل فاعين يقول: رجل حالته المادية ضعيفة، اتفق هو وزوجته على أن ينجب عدد محدود من الأولاد إلى أن تتحسن حالته المادية، فهل يعد هذا من سوء الظن بالله عز وجل؟ بلا شك هذا هو سوء الظن بالله عز وجل، لأنه يظن أن رزق هؤلاء المواليد أنه ما عنده هو، وأنه ضيق، أن رزقه ضيق وهو فقير. هذا هو اعتقاد أهل الجاهلية الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. وفي الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. فالرزق بيد الله عز وجل، والذي خلقهم يرزقهم، الذي خلقهم وأوجدهم يرزقهم ويسر لهم رزقهم، فلا ينظر إلى ما عنده من المال ثم يحدد الأولاد بحسب ذلك بزعمه، هذا سوء ظن بالله عز وجل. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة الأخ سائل يقول: ما حكم الإعلان على جماعة المسجد بأنه سيقرأ أي الإمام في مغرب يوم من الأيام سورة الأعراف تطبيقا للسنة، وهل تقرأ بكثرة أو يكتفى بقراءتها مرة واحدة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قرأ بسورة الأعراف في صلاة المغرب، وثبت عنه أنه قرأ فيها بالمرسلات، وثبت أنه قرأ صلى الله عليه وسلم فيها بالطور. هذه أحوال نادرة، والأغلب أنه يقرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل، هذا هو الأغلب. فإذا أراد الإمام أن يقرأ سورة الأعراف ونبه الجماعة لأجل أن لا يستغربوا، خصوصا وأن السنة الآن العمل بهذه السنة نادر، ربما يستغربون، فيبين لهم قبل ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب ويقرأ سورة الأعراف، فينبههم على السنة وأنه سيعمل بهذه السنة، لأن الناس غلب عليهم الجهل في ذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يوجد من بعض الناس الحريصين على الخير يقصد المجيء يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى المسجد فيصلي تحية المسجد ويطيل فيها يرجو إجابة دعائه تلك الساعة، ما صحة هذا العمل؟ تكملة للسؤال الذي قبل هذا، قراءة سورة الأعراف المغرب ينبه على أن القراءة تكون معتدلة خفيفة، ما تكون قراءة مثل بعض الشباب اليوم يسمونها الترتيل ويطيل القراءة والمدود وغير ذلك، حيث يمل الذي خلفه ويثقل عليه هذا، فيقرأ قراءة متوسطة، لا هي بالهز السريع ولا هي بالتمطيط الطويل الذي يكلف القارئ ويشق على المأموم، بل يتوسط في قراءته. هكذا كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لمن جاء إلى المسجد بعد صلاة العصر هل يصلي تحية المسجد أو لا، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. فمن نظر إلى الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأن هذا أمر عام في كل وقت، قال تصلى تحية المسجد بعد العصر. ومن نظر إلى النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال لا يصلى بعد العصر تحية المسجد ولا غيره من النوافل. وكل طائفة معها دليل، فالإنسان في هذا الأمر إن شاء صلى ولا ينكر عليه، وإن شاء ترك ولا ينكر عليه، لأن الأمر فيه سعة وفيه خلاف وفيه أدلة كما سمعنا. وأما إطالتها فهذا راجع إليه، إن شاء يطيل أطال وإن شاء أن يقصر قصر، غير مخل بالصلاة. نعم. وهل ثبت أن بعد صلاة العصر هي ساعة الإجابة؟ ما ثبت هذا، وإنما قال الإمام أحمد رحمه الله إن ساعة يوم الجمعة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة الإجابة، أحراها الإمام أحمد رحمه الله بعد العصر قبيل غروب الشمس،
هذا ما يراه الإمام أحمد أنها في هذا الوقت، وإلا فهي محتملة في سائر اليوم، سائر يوم الجمعة، لا يدرى في أي جزئية منه، لأجل أن يجتهد المسلم في كل اليوم. الله أخفاها من أجل أن يجتهد المسلم في كل اليوم ويتحرى هذه الساعة. لكن من العلماء من حددها الإمام أحمد في آخر يوم الجمعة، ومنهم من حددها بأنها من دخول الإمام، صعود الإمام على المنبر إلى أن تقضى صلاة الجمعة، ومنهم من حددها بغير ذلك. أحسن الله إليكم. السائل يقول: إذا اشترى الأب لأبنائه هدية، فهل يلزمه أن يعطي كل أبنائه الكبار والصغار منهم؟ وهل يلزمه أن يعدل بينهم أو يعطي كل واحد ما يناسبه وإن تفاوت قيمة الهدية؟ العطاء من أجل الحاجة، حاجة الولد، هذا لا بأس به، هذا من النفقة، لأنه ليس إعطاء تمليك، إنما هو إنفاق على حاجته. أما إعطاء التمليك زيادة على الحاجة فهذا لا يجوز إلا إذا ساوى بين أولاده كلهم، بأن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاءه بشير بن سعد رضي الله عنه يسأله عن عطية أعطاها لابنه النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. ثم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال: يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شخص يقول: أنا ألزم نفسي عند الخلود إلى النوم وقبل أن أنام بالاستغفار إلى أن أنام، فهل هذا من البدع؟ ملازمة هذا دائما تعتبر نوعا من البدع، البدع الإضافية. الاستغفار مشروع، لكن تحديده بوقت محدد والمداومة على ذلك هذا يحتاج إلى دليل، فمداومتك على هذا لا يرغب فيه، لأنه نوع من الابتداع. أما أنك تعمل بعض الأحيان هذا لا بأس به. وأحسن شيء تقرأ القرآن، إذا تباطأ عليك النوم تقرأ القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، تتلو القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح، هذا يقول: إذا كبر المؤذن في أول أذانه وزاد في التكبير أو قصر ناسيا، فهل على من يسمعه أن يتابعه بقية الأذان؟ نعم، يتابعه ولا يتابعه على الزيادة، وإنما يتابعه على الأذان المشروع، لكن ما دام ناسيا فإنه لا حرج عليه والأذان صحيح. أما لو زاد في الأذان متعمدا فإن هذا أمر منكر وبدعة ولا يجوز، لكن إذا فعله ناسيا فأذانه صحيح ويتابعه سامعه من غير الزيادة. هذا يقول: حسبكم الله، إمام المسجد في حينا غالبا ما يسجد لسجود السهو قبل السلام، وعندما وهو لم يخطئ أو ينسى شيء، وعندما نسأله يقول: أريد أن أتمم الصلاة فقد نسيت الذكر وما إلى ذلك، فهل له في ذلك حفظكم الله؟ نعم، إذا كان نسي ذكرا مشروعا في الصلاة يستحب له أن يسجد لسجود السهو، وقد يجب إذا ترك مثلا التشهد الأول يجب سجود السهو في هذه الحالة، وإذا ترك مسنونا في الصلاة فإنه يستحب له أن يسجد سجود السهو ولا يجب عليه ذلك. نعم. هل تقضى صلاة الليل لمن لم يدرك القيام وإنما أدرك أن يوتر بواحدة قبل طلوع الفجر، علما أن من عادته أن يصلي الليل مع الوتر 7 ركعات أو أكثر أو أقل؟ نعم، لا يترك الوتر قبل الفجر ولو بركعة واحدة، وإذا كان من عادته أنه يصلي قبل الوتر ما تيسر له من قيام الليل فهذا أحسن وأتم، يختمه بصلاة الوتر، قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قال: إذا خشي أن يدركه الفجر فليصلي ركعة توتر له ما صلى، ولكن إذا قام متأخرا ولم يدرك إلا الوتر فإنه يوتر ولو بركعة، ويكتب له أجر ما كان يصليه سابقا إذا ترك ذلك نسيانا أو من جهة النوم، لأنه يكتب له ما نوى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. هل تقضى؟ بارك الله فيكم. يقضى الوتر في النهار ما بين ارتفاع الشمس إلى الزوال، يقضيها في هذا الوقت، لكن لا يجعله وترا وإنما يشفعه. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: ويعجبني الفال. فقال الصحابة رضي الله عنهم: وما الفال يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. فهل يصح أن يتفاعل الإنسان بالفعل الطيب، أو يتفاءل ببعض الملابس أو ببعض الأماكن؟ نعم، الفال طيب، يعجبه الفال، لأن الفال تأميل للخير وحسن ظن بالله عز وجل، خلاف الطيرة فإنها تشاؤم وسوء ظن بالله وتأميل للشر. هناك فرق بين الفال والطيرة،
الفعل مستحب وجائز لأنه أمل تأميل لله في الخير فيستحب من أجل ذلك حسن ظن بالله عز وجل. نعم. لكن يا شيخ هل يؤخذ من قلب الرداء في الاستسقاء أن الفعل يكون بغير الكلام الطيب؟ نعم قد يكون الفعل بالفعل المجيء والإقبال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل عليهم سهيل بن عمرو لأجل صلح الحديبية وكان كافرا لما أقبل عليهم قال صلى الله عليه وسلم سهل لكم من أمركم ثم جرى الصلح بينه وبينهم وحصل المقصود. نعم. بالنسبة لقلب الرداء إذا لم يكن عليه رداء في الاستسقاء كالمسلح وغيره هل يقلب الغطرة أو الشماغ؟ لا بأس بذلك لأن هذا فعل ما يمكن. إذا غير غطرته أو شماغه على رأسه يكون من العمل بالسنة حسب استطاعته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا أعطى الزوج زوجته بيتا فهل يلزمه إذا تزوج بأخرى أن يعطيها بيتا مثله أو مثلها أو أن يعدل بين الزوجات أو أن العدل بين الزوجات يجب إذا كنا جميعا في ذمته؟ العدل الواجب بين الزوجات هو في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت هذه الأشياء الأربعة. أما العدل في العطية فلا يلزمه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذه الأسئلة وإلى هذا السائل عين سين يقول رجل أجري له عملية في نهار رمضان وهو صائم وقد أعطي مخدرا فهل يصح صومه ذلك اليوم أو يلزم بالقضاء علما أنه قد أفاق في أثناء النهار؟ إذا كان ليس مع المخدر دواء آخر وإنما هو مجرد تخدير غيب وفكره وعقله ثم يعود فهذا لا يؤثر على صيامه إذا لم يستعمل مع المخدر أشياء أخرى تخل بالصيام. نعم. امرأة تقول إن زوجها مصاب بمرض الخرف وهو كبر السن فهل يحق لها أن تطالب بفسخ عقد الزواج؟ هذا راجع إلى القاضي إذا كانت ترتب على هذا الضرر عليها إذا كان عليها ضرر في بقائها معه فإنها تطالب بإزالة الضرر ولو بالفسخ أما إذا لم يكن عليها ضرر فإنها تصبر. نعم. إذا اشترطت المرأة على من يريد أن يتزوج بها بأن لا يطلقها فهل يصح شرطها؟ لا هذا الشرط غير صحيح لأنها تحرم عليه شيئا أباحه الله له فله أن يطلقها إذا لم تصلح له وليس الزواج ملزما للإنسان ولا يطلق هذا عند النصارى أما في الإسلام فالطلاق جائز أو قد يجب في بعض الأحيان عند الحاجة. هل صلاة الكسوف واجبة وإذا كانت كذلك هل تجب لها الجماعة؟ الذي عليه الجمهور أنها سنة وليست واجبة لأن الأعرابي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس قال له يا رسول الله هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع دل على أن ما زاد عن الصلوات الخمس من الصلوات النوافل أنه مستحب وليس واجبا ومن ذلك صلاة الكسوف فهي سنة مؤكدة عند حدوث التغير في النيرين الكسوف أو الخسوف. نعم. أحسن الله إليكم. إذا اشترى التاجر سلعة أغلى من غيره فهل له أن يبيعها في السوق أغلى من غيره من أهل السوق ولا يعد فعله هذا غبنا؟ البيع يكون بسعر السوق يكون بسعر السوق ولا يغرر بالناس يزيد عليهم مخالفا للسعر الذي عليه السوق فيتبع السوق ويبيعها كما يبيع الناس إلا إذا رضي الطرف الآخر وهو جائز التصرف رضي بالزيادة عليه فلا بأس. أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا نختم أسئلته ونختم هذه الحلقة بهذا السؤال يقول شخص غرس شجرة أراك في فناء المسجد ليأخذ منها ويعطي غيره ممن احتاج إلى ذلك فهل له ذلك ثم هل يقوم ما يأخذه منها ريعا للمسجد؟ الأصل أن المسجد لا يغرس فيه شجر لأنه للمصلين ويرتفقون بساحاته وبما حوله الأصل لا تغرس أشجار بالمسجد إلا إذا لم يكن هناك ضرر على المسجد ولا على المصلين فيمكن غرس الأشجار الطيبة كالنخلة والأشياء التي لا تؤذي الناس. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم وأسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا أيها الإخوة والأخوات لهنا وناتي لأختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.